100 مليون دولار للشباب، واليوم جنازة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتعادل برشلونة مع نابولي 1-1. وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج أخبار لايت. تحياتنا للست اللي عليها ذمة مالية ودخلت المستشفى من القهر وهي مش قادرة تدفعها، وتحياتنا للشاب اللي مش قادر يروح على أخته يزور هل في غزة عشان خجلان ومعوش مواصلات ومعوش حق هدية، وتحياتنا للناس اللي جرت الغاز عندهم خلصة ومعهمش يعبوها، وتحياتنا لكل ست حامل بتتألم كل يوم عشان تاخد إبر الهبرين، وتحياتنا لكبارنا وتاج روسنا اللي بياخدوا كل يوم دواء الضغط والسكر والأنسولين، وتحياتنا لصاحب الدكان اللي صاحي من الصبح عشان يبيع لأولاد الصغار وهم رايحين على مدرسهم، وتحياتنا للست اللي واقفة بتبيع على بسطة قدام المدرسة هي وابنها اللي بيدرس مساء. ليلة رايقة وهادية وصافية، فيش فيها قصف ولا مطر ولا زنانات ولا زوابع. صدر الحبش الكيلو ب15 شيكل والفخاد بس 8.5. حبة الفليفلة بشيكل الله وكيلك أغلى من كل الفاكهة في السوق. البحر لسه مسكر قدام الصيادين بشكل رسمي، وسمك العصافير أكثر من العصافير نفسهم والكيلو ب8 شيكل. مباحث رفح مسكت شبكة لحرامية فيزب محترفين. فتحوا باب التسجيل لمشاريع الزواج المدعومة من العمادي، ورابط التسجيل على صفحة الشباب والرياض. 20 مليون دولار حق صواريخ القبة الحديدية اللي خبطتهم هاليومين لاعتراض الصواريخ. في طالب فلسطيني بيدرس في الصين اسمه محمد أبو ناموس صار معه كورونا وربنا شفاه امبارح. نتنياهو زي جارنا اللي في الحارة القديمة، أكثر واحد بيحلف طلقات وما بيقدرش ينفذهن. اشتيا بقول لك إنه هذه السنة خص نص للشباب ورح ندفع 100 مليون دولار عشان نساعدهم. أولاد المدارس اللي في الضفة بقول لك بيشتروا كمامات عشان الكورونا وبيبدلوهم مع بعض. احتمال يرجعوا القوات الدولية تاني عند الخلايلة. معلومة مش كتير مهمة بالضفة، مبارح تصاب أكثر من 56 واحد بمواجهات بالأغواء. اليوم حيكون جنازة عسكرية للرئيس السابق لمصر حسني مبارك بقرار من السيسي. في البحرين حيعطلوا المدارس والروضات أسبوعين احتياطاً عشان الكورونا. برشلونة تعادل مع نابولي مبارح 1-1، وهو رايح وهينا بنستنى يحسم الفريق اللي حيفوز وهو جاي، يعني ذهاب وإياب. 1-1-2 اسمع يلا الله يطروش اني بحبك انا بطرش وانا بموت فيك كرور. يلا انا يمكن في شغله حلوه عندي، بعطي كل حرف حقه ثاني بفرق عن ثاني. ها ركز معي هيك يعني الناس اللي طيب بس بتعرف تقول لك جاي على غزه فتره اللي زيك هيمسك، صدقني انت عمرك شن بصب دائما نكدي وكئيب وتقيل دم، بس اللي زي محمد هيلبسك.